طبعا المباراة بالنسبة لنا هي تعتبر صعبة جدا. الكرامة بالنسبة له موسم انتهى، يعني عم يحسن مركزه. نحن جسدنا هون وتفكيرنا باللعب النهائي بكأس الجمهورية، ريحنا قسم كبير من اللاعبين، كان عندنا كمان لاعبين محرومين. اليوم أكثر من 3/4 الفريق غايب، قسمنا الجهد الفريق كان كل همنا نقسم جهد اللاعبين على مدار شوطين، وهذا عملنا 5 تبديلات وهذا الشيء صار الحمد لله رب العالمين. يعني بعد ما راحت المباراة نتيجة الطرد والتفوق العددي علينا، رجعنا للمباراة ما استسلمنا وقدرنا نجيب نقطة تعادل بظل الوضع تبعنا. يعني الفريق ناقص جدا، ومثل ما قلت لك تفكيرنا ما هون أبدا، نقطة جيدة. يعني أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل شيء. يعني سجلت هاتريك بفضل زملائي اللاعبين يعني والكابتن عمار، يعني الحمد لله يعني ما قصروا، حصلنا بالشوط الثاني تأخرنا يعني بهدفين، بس الحمد لله قدرنا نرجع نعادل. يعني بصراحة ما حدا قصر، اللعيبة كلهم كانوا قد المسؤولية. بصراحة نحن الحمد لله أدينا. الشوط الأول كان الوضع بالفريق ما هو جيد، الشوط الثاني تحسن الفريق ولعبنا وهاجمنا، بظرف 10 دقائق سجلنا 3 أهداف. ما بدنا نحكي دائما على التحكيم، ما بدنا نحكي انه نحن عندنا ما عندنا تحكيم، نحن مشاكلنا دائما من التحكيم، لا. يعني نحن اليوم متقدمين 3-1، شفت انت يعني مسيطرين على اللعبه، مسيطرين على كذا، بس عم يرجعوهم. يعني انت مثلا 3-2 رجعهم عن طريق ضربه جزاء، 3-3 هي ما بدها، يعني ضربه 3-3 ما بدها عدم مؤاخذه ضربه جزاء، هي ما بدها. يعني شفناها على الاعاده مره ومرتين وثلاثه، هي ما بدها لا سماعات ولا بدها خبره ولا بدها شيء عدم مؤاخذه هي.